ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان سيدة إيناس زايد، مرحبا بك. مع هذه التظاهرات والاحتجاجات تبرز ظاهرة الاغتيالات والاعتقالات في العراق، كيف توصف إذن هذه الحالة حقوقيا؟ نعم، مساء الخير. يعني موضوع الاعتقالات لا يمكن تفسيره هو وأيضا الاغتيالات التي تنفذ من قبل القوات الحكومية إلا أنها أعمال انتقامية تهدف بالدرجة الأولى إلى تصفية حسابات شخصية مع بعض الأشخاص خارج نطاق القانون، بالإضافة إلى ترويع المدنيين الآخرين وثنيهم عن الاستمرار باحتجاجاتهم من خلال يعني الانتقام من بعض الأشخاص، وأيضا يعني تخويف البعض بهذه الحالات. وهذه الأفعال كلها تعد جرائم لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال. يعني عند القول بأن المدنيين الذين نفذت يعني بحقهم هذه الانتهاكات هم فعليا يعني خرجوا وهم يعني على أساس أنهم يحتجون على الوضع القائم في العراق، وهذا الاحتجاج كفله القانون الدولي. وحتى القول بأن هؤلاء المدنيين خارجين عن القانون، فإن هذه الإجراءات أو هذه الأعمال التي تنفذها القوات العراقية لا يمكن تبريرها، لأن هناك إجراءات وطرق محددة لاتباعها من خلال محاكمات عادلة وفقا لما تقتضيه معايير المحاكمة العادلة. أيضا كيف تنظرين للحل الأمني أو القمعي بصورة أدق الذي تتبعه الحكومة في بغداد في التعامل مع هذه التظاهرات في البصرة؟ يعني الحكومة العراقية فشلت أمنيا في توفير الاستقرار للمدنيين في وقت السلم وحتى بعد انتهاء العمليات العسكرية التي نفذت تحت غطاء ما يسمى الحرب على داعش. أيضا بقي المدنيون في خطر، وفشلت أيضا الحكومة في توفير متطلبات حياتهم الأساسية. واليوم حتى في حالات التظاهرات أيضا يعني الحكومة تثبت فشلها مرة أخرى على الصعيد الأمني في استيعاب يعني تلك التظاهرات أو حتى الالتزام بقواعد القانون الوطني والقانون الدولي أيضا في أثناء التعامل معها. لذلك فإن الخيارات الأمنية التي تتبعها الحكومة العراقية لم تكن موفقة للإطلاق. من أجل ذلك السيدة إيناس، عفوا، مفوضية حقوق الإنسان أصدرت بيانا أكدت فيه أن حصيلة التظاهرات في البصرة بلغت 20 قتيلا وأكثر من 300 مصاب. ألا تعتقدين أن في هذا البيان إدانة واضحة لحكومة بغداد؟ الإدانة لابد أن تناط بأشخاص وليس بالحكومة ككل. وراء هذه يعني الحصيلة أشخاص قاموا بتوجيه الأمر بإطلاق النار بشكل مباشر على المدنيين وقمصهم دون ما أي رهبة. القادة العسكريون مدانون، وزير الداخلية مدان، ورئيس الوزراء أيضا. يعني أرى أن هذه الإحصائية لابد من أن توثق وتقدم إلى العدالة. لا يمكن الحديث عن المدنيين كمجرد أرقام، والإدانة الحقيقية تكون فعليا من خلال عدم فتح ملفات لهؤلاء المدنيين أمام القضاء وعدم محاسبة مرتكبي تلك الجرائم. موقع الأمن فقط، هذا الموقع الأمريكي في تقرير له أكد أن 19,000 معتقل في العراق متهمون بذريعة علاقتهم بتنظيم داعش. إلى أي مدى يثق المجتمع الدولي في هذه المحاكمات، وما مدى مصداقية القضاء العراقي في الأوساط الحقوقية؟ يعني ملف المعتقلين في العراق أصبح شكل من أشكال العقاب الجماعي، وأصبح ذلك واضحا من خلال عدة تقارير حقوقية، ونحن كمرصد أورو متوسطي أشرنا إلى ذلك أيضا في إحدى التقارير. اعتقالات تنفذ بالجملة، وأيضا إخفاء قسري للآلاف من المدنيين بذريعة انتمائهم لداعش، ولكن من يعلم الحقيقة ومن الذي من الممكن أن يجزم أن هؤلاء الأشخاص هم فعلا من داعش؟ لا أحد. الحكومة يعني تتعامل مع ملف المعتقلين بطريقة أشبه ما تكون بنظام الجماعات الخارجة عن القانون. لا يوجد أدنى معيار من معايير المحاكمة العادلة لهؤلاء الأشخاص. يعني هناك أشخاص مدنيين تنفذ أحكام الإعدام بحقهم، ولكن دون أن تصبح هذه القرارات قطعية وقبل أن تتاح لهم يعني فرصة الطعن في تلك القرارات. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على تسييس القضاء العراقي وعدم استقلالية الأمر، الذي يعد كارثة كبرى فعليا في موضوع العدالة أو تحقيق العدالة في العراق. لأننا عندما نتحدث عن القضاء نحن نتحدث عن ركن مهم
في الدولة إذا انهار، فهذا يترتب عليه انهيار العديد من القواعد القانونية الأخرى. شكرا جزيلا لك، هاتفيا من عمان مستشارة القانونية في المرصد الأردني المتوسط لحقوق الإنسان سيدة إيناس زايد.